لازم. زي مين؟ ياسر ابراهيم، متولي، محمد هاني. انا اقول الاسماء اللي هي خدت فرص وما اضافتش، مع احترامي ليهم كلهم، اخواتي واصدقائي وعلى دماغي من فوق، بس انا بتكلم على هنا الاهلي اهم من لعيب، من لاعب. بص، الكيان، مصلحه الكيان، الكيان فوق يعني الجميع زي ما بيتقال كده. كويس. هاني ومين بعد هاني؟ هاني، ياسر ابراهيم، متولي، متولي، ثم مين؟ مين تاني؟ طاهر، محمد طاهر. كفايه كفايه، خد فرص كتير قوي. علي معلول لازم يجاب له بديل. وجوده مهم جدا في الفرقه، ما ينفعش تستغنى عنه. وجوده كخبره لا، محتاجه في اوقات كتيره جدا. محتاج بديل ليه يبقى موجود معاه. محتاج الي ديانج، خلاص من خلال رؤيتي في الفتره الاخيره ان الي ديانج خلاص مش عايز يمشي. خلاص ما تقعدوش، عايز يحترف، باين على تركيزه خلاص. خلاص مش هيديك من بطوله الانديه، هو خرج بره التركيز بتاعه، خرج بره. عندك محمد شريف، لازم مهاجم، لازم مهاجم على اعلى مستوى. قفشة، يعني انا عارف ان الكلام ده ممكن قفشة، على فكره اقص غيره، انا بحبه جدا يعني. قفشة خد فرص يعني كتيره جدا، ورغم ان الجمهور بيحبه، بس هو ركز تركيز كبير جدا مع الجمهور، خرجه بره الملعب. بالدليل ان هو في الفتره الاخيره ما بينزل في الملعب، مش ده مستوى قفشة. مش حقيقي، مش المستوى مش بتاعه، مش هو قفشة. ممكن فكر مدرب، تغيير مدرب، بس شخصية اللعيب كنجم لازم تنزل تعمل فارق مع النادي، تعمل فارق. قفشة في الفترة الأخيرة مش موجود. ما حدش هيعيش على تاريخ، على الذكريات، على الذكريات. هو عايش لسه على الذكريات، قفشة. أنا شايف كده، شايف كده، يعني الذكريات دي يعني لا، خلاص قفلنا الملف بقالنا سنتين يعني. طالما مش قادر تضيف للنادي، أعتقد إن الموضوع اتصعب عليه جامد قوي. فدي العناصر اللي هي اللي بيتقال عليها، اللي هم اللي انا شايفه. رامي ربيعه فين؟ رامي ربيعه طبعا، يعني رامي ربيعه مفروض على من خلال تواجده في النادي الاهلي في الوقت اللي كان موجود ما بين اصابات وما بين مشاركه، على المستوى اللي انا شفته في الفتره الاخيره، لا صعب، صعب يبقى متواجد، صعب، صعب جدا. انت محتاج 8 لعيبه، 8 على اعلى مستوى، صفقات مميزه، صفقات تليق باسم النادي الاهلي. مش مجرد ان انا جبت ابراهيم فهو بيلعب في النادي الاهلي. لا، شفنا سان داونز عاملين فريق محترم، رغم ان خد بالك سان داونز عندهم خط الدفاع وحش جدا، سيء جدا، وحارس المرمى كمان مش قوي، مش بالقوه برضه، مش بالقوه، بس هم عارفين الامكانيات بتاعتهم، هم مستغلين نص الملعب والمهاجمين. انت عشان النادي الاهلي فريق بطوله، ما ينفعش ان انت تعتبر دي تاني بطوله على التوالي، ان انت ما تبقاش متواجد فيها، رغم ان الموقف صعب. خلينا بس نتكلم، سان داونز مش هيساعدك،